يسعد شركة ظهير إنشاءات أن تقدم نظام الصوبات الزجاجية المؤتمتة متعددة الطوابق للزراعة للأغراض التجارية في الأجواء العمرانية. سيكون هذا الابتكار الحل المثالي لمشكلات الإنتاج والتوريد التي تصادفها المدن الحديثة، وبفضل الإنتاجية العالية ونظام إنضاج المحاصيل المؤتمت بالكامل، يمكن لمجمع الصوبات الزجاجية متعددة الطوابق توريد احتياجات مدينة يبلغ عدد سكانها 100,000 شخص من الفاكهة والخضروات عالية الجودة وبسعر منخفض طوال العام. تكمن الميزة الرئيسية للصوبة الزجاجية في تنمية المحاصيل في حجيرات موزعة عبر عدد كبير من المستويات، كما تمتد الصوبة الزجاجية بشكل رأسي، ما يجعل من الممكن زراعة عدد كبير من المحاصيل في مساحة صغيرة فعلياً يبلغ حجمها بضعة أقدام مربعة. تتحرك الحجيرات رأسياً وتدور حول محورها بطريقة تمنح لكل محصول المقدار الذي يحتاج إليه من الضوء، وتصنع قبة الصوبة الزجاجية من البوليكربونات الخلوية التي تسمح بدخول ضوء الشمس في حين الحفاظ على خروج الحرارة، وفي الليل تضاء الصوبة الزجاجية بمصابيح LED موفرة للطاقة ذات إضاءة خلفية. إن المناخ الداخلي للصوبة الزجاجية معزول تماماً عن البيئة المحيطة، من ثم يمكن وضع مجمع الصوبات الزجاجية بجوار الطرق السريعة أو في المناطق الصناعية بدون التأثير على جودة المحاصيل. يحتفظ نظام الأتمتة الذكي بالحرارة والرطوبة في الصوبة الزجاجية بشكل مستقل، كما يعمل على إنضاج المحاصيل ويوفر لها جرعات من المغذيات مضبوطة بعناية. أما عن المشاركة البشرية في هذه العمليات فتكون في أدنى صورها، مما يقلل من النفقات ويزيد من إنتاجية وحدة المساحة المشغولة، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض تكلفة الفاكهة والخضروات التي تتم زراعتها هنا. تتيح مجمعات الصوبات الزجاجية هذه من ظهير إنشاءات زراعة أي محصول تقريبا في المساحات المحدودة التي تعد من سمات المدن الحديثة. تعرف على المزيد حول الصوبات الزجاجية متعددة الطوابق في www.dahirinchat.com.